دايما اي لعيب موجود في القايمه بيبقى النادي محتاجه، النادي يعني هيلجا ليه في بعض المباريات او في كل المباريات طبقا لرؤيه الجهاز الفني. فالموضوع ما فيهوش الكلام ده خالص، يعني ما فيش دور شرف للكبار ولا حاجه. قصدك كبار ايه يعني؟ حسام عاشور لعيب كبير جدا، مهم قوي 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 في صفوف النادي الاهلي. احمد فتحي لعيب لا غنى عنه، موجود مش هيبقى ليه دور شرف ولا حاجه، الراجل ممكن يلعب بشكل اساسي، وارد ان يكون ليه دور مهم سواء خارج الملعب او داخل الملعب، سواء هو حسام عاشور، شريف اكرامي ايضا حارس مميز، كل اللاعبين الكبار. خليني اقول لحضراتكم على حاجه، من فتره كبيره جدا جدا اول مره النادي الاهلي يكون عنده قائمه متكامله بتضم ايه؟ لاعبين كبار اصحاب خبرات، وده شيء مطلوب جدا جدا، لاعبين مميزين في منتصف العمر الكروي، يعني ما بين 20 ل 25 27 28 سنه، وعندك كمان لاعبين شباب مهمين جدا موجودين في تدريبات النادي الاهلي. فالنادي الاهلي بيضم عناصر مختلفه وتوليفه مختلفه مميزه جدا، التوليفه دي كلها مع بعض باذن الله تنجح الفريق في تحقيق اهدافه، وده شيء مهم وفكر خططي مميز سواء للجهاز الفني وفكر تخطيطي مميز ل المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي، بالتحديد لجنه التخطيط للكره مع الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب. واضح ان هم ناجحين في الجزئيه دي بشكل كبير، بدليل توافر عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين واللاعبين اصحاب الخبرات واللاعبين اللي عندهم طموحات كبيره لسه عايزين يحققوها مع النادي الاهلي. ده شيء مميز جدا في الحقيقه. اتجاه التجديد، يعني تجديد من ناحيه ايه؟ التشكيل مثلا بعض العناصر هنشوف الكلام ده، لكن الامر كله متروك للجهاز الفني.